عليكم. اليوم نروحوا للمدينة تاع سيدي عبد الله لنقف عن زيارة تاع والي ولي الجزائر إلى عدة منشآت صحية، حيث أنه وقف على أشغال المركز الاستشفائي الجديد للطب الاستعجالي الجراحي في مدينة سيدي عبد الله، واللي العرس بالصور الأشغال تقوم من النهاية انتحى. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو في موضوع السلام عليكم.